والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. قلنا الإخلاص في طلب العلم يكون في أمور. الأمر الأول أن تنوي بذلك امتثال أمر الله، لأن الله تعالى أمر بذلك فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وحث سبحانه وتعالى على العلم، والحث على الشيء يستلزم محبته والرضا به والأمر به. ثانيا أن تنوي بذلك حفظ شريعة الله، لأن حفظ شريعة الله يكون بالتعلم ويكون بالكتاب، يعني بالتعلم والحفظ في الصدور، ويكون كذلك بالكتابة، كتابة الكتب. والثاني أن تنوي بذلك حماية الشريعة والدفاع عنها، لأنه لولا العلماء ما حميت الشريعة ولا دافع عنها أحد. ولهذا نجد مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم الذين تصدوا لأهل البدع وبينوا بطلان بدعهم، نرى أنهم حصلوا على خير كثير. والرابع أن تنوي بذلك اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنك لا يمكن أن تتبع شريعته حتى تعلم هذه الشريعة. واضح؟ هذه أمور أربعة كلها يتضمنها قولنا إنه يجب الإخلاص لله في طلب العلم. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.